توفيق رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفيقات النائبات المحترمات، الرفاق النواب المحترمون، رفيقتي رفاقي في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وفي اللجنة المركزية للحزب، رفيقتي رفاقي في إدارتي في الفريق بمجلس النواب، أخوات والإخوة الأعزاء في وسائل الإعلام الوطنية، صباح الخير. سعيد جدا بأن أتواجد معكم هذا الصباح في اجتماع كان مقررا منذ أيام البرلمانية المنوطة بكم متعلقة بالمساهمة في الدور التشريعي المنوط بالبرلمان وبمجلس النواب تحديدا، وفي ذلك الكل يشهد لكم بجديتكم وبعملكم المميز وباحتلالكم لموقع خاص في صفوف المعارضة، تلك المعارضة اللي كتمارسوها في إطار معارضة وطنية ديمقراطية مسؤولة وبناء، معارضة قائمة على المواقف، قائمة على الاقتراحات، قائمة على النقد البناء، قائمة على مساءلة الحكومة بشكل فعال وملموس على جميع الأصعدة. والدليل على ذلك ما تحتلونه من موقع في توجيه المساءلات الكتابية والشفوية للحكومة على جميع الأصعدة، وأيضا ولو أن في ذلك صعوبات ليست من مسؤوليتنا، الدور المميز الذي يلعبه الفريق على مستوى تنسيقي جهود مختلف مكونات المعارضة. أريد هذا المستوى أنني نوقف عند الدور الخاص الذي يلعبه الرفيق رشيد حموني بكثير من الصبر وكثير من الحكمة من أجل توفير القدر الممكن من المبادرات المشتركة، وإن كنا بالطبع غير راضين على ما لم نتمكن من القيام به بشكل موحد بين مختلف مكونات المعارضة. وفي ذلك الجميع يعلم أننا كنا صلة الوصل، وأننا كنا الطرف الذي يسعى إلى التوحيد، وأننا كنا الطرف الذي يسعى إلى البناء المشترك، وأننا كنا الطرف الذي يسعى إلى إعطاء دفعة جديدة للمعارضة دون أن تكون لنا رغبة في أن نشهر ذلك وأن نعطي لذلك وزن خاص على المستويين السياسي والإعلامي. قصدنا في ذلك هو أن تكون للمعارضة كلمة أرقى أقوى، وأن نواجه العمل الحكومي وما يمكن أن نقدمه من ملاحظات وانتقادات بشكل مميز ومسموع، ليس فقط داخل جدران البرلمان لكن أيضا خارج جدران البرلمان، وذلك هو الأهم. طبعا نحن نحترم البرلمان ونعتبر أن البرلمان ومجلس النواب تحديدا حيث نوجد فيه، ولا أريد أن أدخل في ملاحظات كثيرة مرتبطة بتساؤل مطروح بشكل مشروع حول هل فعلا البرلمان يطلع بدوره التشريعي بشكل كامل وغير منقوص،
ويكفي أن نؤكد ربما تصححني السي رشيد بأنه في ظل هذه الحكومة الحالية ولو اقتراح صغير تشريعي ما مرش أو ربعة بساط جدا، بمعنى أن كل المبادرات التشريعية التي تأتي من مختلف فرق البرلمانية لم تتم الالتفاتة إليها من هذه من قبل هذه الحكومة، وكأنه كل ما يقترح من جميع مكونات أغلبية ومعارضة لا يصلح ولا ليس في مستوى أن يلتفت إليه. وهذا هو إلى مجلس النواب تحديدا، لكن أيضا إلى مجلس المستشارين، يتم على الهواء عندما يريد سيد رئيس هذه الحكومة، وليس في المواعيد المحددة إلى ذلك باستمرار. وكنا على رأس من قدم مساءلات أساسية على هذا المستوى. هذا هو كيف يتم تقدير هذا البرلمان وكيف يتم التعامل معه من قبل هذه الحكومة. ربما لأنه نحن أمام حكومة تعتبر وبهذا الثقة عند المواطنات والمواطنين، هذا كلامهم طبعا، غريب من قبل هذه الحكومة اللي كتعتبر بأنما رصيدها ميز على جميع الأصعدة وأنها حققت في عامين ونص ما التزمت بتحقيقه في 5 سنوات، بل أكثر من ذلك في التطورات وفي الأجوبة التي جاءت فيما بعد، أنهم حققوا في عامين ونص ما لم تحققه في المغرب أي حكومة أخرى في 5 سنوات. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما إلا بتنصولوا المغاربة على هذا الرصيد المميز، نهضروا معهم. وعندما نريد نحن في حزب التقدم والاشتراكية أن نخاطب على حد سواء الحكومة بوقت أوسع، وأنوه هنا بالكلمة المميزة لرفيقنا راشد حموني باسمكم جميعا في الجلسة المخصصة إلى ذلك، عندما نريد أن نفصل، لأن 17 دقيقة لا تكفي إلى ذلك، وأننا نوضع الرأي العام الوطني فيصل بيننا، أو أنه حكم بيننا، ونتوجه بمساءلة بشكل راق لهذه الحكومة من خلال رسالة مفتوحة يتم التوجه إلينا بلا حشمة بلا حياء، بتخرج العينين، بالاستناد إلى الدستور. ما عرفتي كيقراو هذا الدستور، كيتوجهونا على أساس أنه إحنا في وضعية شروط دستوري، بمعنى أن الساحة السياسية غير موجودة. ما يمكنش أحزاب، إحنا عندنا ذراع واحد هو البرلمان اللي يمكن نتكلموا فيه معاكم مع السيادات ديالكم. وسائل الإعلام، وهناك ما يحكى على هذا المستوى، وباغي ندوزو حتى للأحزاب السياسية حتى هي ما بقات تكلم معاكم غير هنا، لأن تأتون فقط داخل هذين المجلسين للاستناد إلى الأغلبية اللي عندكم فيه من أجل تمرير ما تريدون أنكم تمروا. أما إذا انتقدكم شي واحد وقال شي حاجة، لأنه اليوم يبدو لنا وكأنه حتى المعارضة انتما ما تعترفوا بدورها إلا إلى مشات في السياق ديال التطبيل وديال التصفيق لهذه الحكومة.
إلا انتقدات بشكل مسؤول، وبالخصوص إلى وجهت لكم رسالة مفتوحة، ولاحظوا معايا، والمواطنين شاهدين على ذلك، والأطراف السياسية الأخرى شاهدة على ذلك، وسائل الإعلام كلها شاهدة على ذلك، رسالة مفتوحة ما فيهاش قص ديال الهجوم الشخصي على أي كان، فيها مساءلات أساسية واعتبار فقط أنه المجيء أمام مجلس النواب وكذلك مجلس المستشارين خاصة في الأجوبة والقول بأن كل شيء تحقق وبأن السعادة المثلى هي اللي موجودة اليوم في المجتمع المغربي، راه هذا الشيء هذا راه كينم على واحد الاستعلاء، وسمحوا لي نستعمل واحد الكلمة ما استعملناهاش في الرسالة، ولكن هذه المرة غنستعملها لأن هي اللي كتأدي لهذه الأجوبة المنحطة اللي استمعنا إليها في اليومين الأخيرين، بحيث أنكم تعتبروا بأن من انطلاقا من الغرور اللي أنتم فيه بأنكم حقيقة راكم ما كاينش شي واحد اللي استطاع انه يدير هادشي اللي درتيه، والغرور عرفتي شنو هو اللي كيوقع بالنسبه لمن يوجد في هذه الوضعيه؟ الغرور هو بالطبع هو بالذات عندما يعتبر الانسان الذي يقول ذلك كيولي هو براسو كيتيق بداكشي اللي كيقول، لانه غائب عن الساحه بشكل ملموس، ما كنتكلمش طبعا ما كنتكلمش على عشرات مئات ربما آلاف المنتخبين والمنتخبات اللي كينتميوا لهذه الأحزاب المكونة للأغلبية وخاصة للحزب الذي يسير هذه الأغلبية، لأن على الأقل هذوك موجودين في الساحة كيتكلموا مع المواطنات والمواطنين وعايشين معاهم، كنتكلمين على اللي عايشين في المكاتب ديالهم ويستشيرون مكاتب الدراسات المختلفة والخبراء اللي صلتهم بالمجتمع منعدمة، وهما مرتاحين على راسهم فيما يقومون به وكيتيقوا اللوحات لي طابلو لي كوب اللي لا علاقة لها بالواقع الملموس اللي كيعيشه المواطنين. كنتكلم على هذا الشيء اللي كيجعل انه هناك حساسية مفرطة امام اي انتقاد اللي يمكن نوجهه لكم. وفي هذا الباب ونحن نلح بداية على انه احنا في ممارستنا السياسية كحزب منذ 80 سنة معروف علينا احترام الأطراف السياسية كاملة، معروف علينا أننا عمرنا ما هجمنا شخصيين على شي حد، معروف علينا أننا جديين في الطرح ديالنا، كنتقدموا أمام الطرح بالطرح المضاد بالأرقام وبالتحليل، وندلي برأينا بجرأة وشجاعة، يمكن تعجب يمكن ما تعجبش، وتلقينا في مسارنا ضربات على ذلك، وبقينا مستمرين. هكذا هو حزب التقدم الاشتراكي منذ أن كان ويستمر، واستمرار تواجده في هذه القاعة واستمرار تواجده كأنشط حزب سياسي بدون منازع من خلال اجتماعات أسبوعية وإصدار بلاغات أسبوعية في الساحة، نقول ذلك خصو يكون هذا
أقل ما يمكن أنه تديروا أحزاب سياسية، مع الأسف ولينا شبه متفردين. استمرارنا على هذه الوجهة دليل على أننا حزب حي، حزب بقدر ما يحتفظ ويحافظ على هويته وعلى مبادئ المؤسسة بقدر ما هو حزب متكيف مع الواقع، وإلا ما كناش نتواجدوا هنا. فاللي تربى عندنا في سنواته الأولى وربما عندنا تعلم يلوك شوية في الهضرة وتعلم مبادئ المؤسسة، لكن الرياح ديال المسارات الشخصية حتى لا أقول شيء آخر جعلته يلحق بالحزب اللي هو اليوم فيه، على الأقل يحترم هذا الحزب الذي من الغريب أنه في جلسة عمومية قريبة ربما واحد سنة نص كان ينوه به، أي بحزب تقدم الاشتراكية، ويقول كلام في حقه بأنه حزب مميز وكيلعب دور أساسي في المعارضة وحزب وطني وغير ذلك من الكلام. كان يقول استسمح رشيد، لكن هذا الواقع، كما كان يقول في زيارة أخيرة بالصين وحاضر فيها الرفيق رشيد عندما يقدم حزب تقدم الاشتراكية والرفيق تحديدا، بيقول الرفيق رشيد يمثلوا حزب عريق وطني له 80 سنة موجود في المغرب متميز في أدائه كيلعبوا خاص إلى غير ذلك. فماذا تغير سيد رئيس المجلس؟ أقصد ماذا تغير؟ الذي تغير هو أنه هذا الحزب هذا اللي هو احنا ارتكبنا جريمة، جريمة ما بعدها جريمة، وجهنا الرسالة المفتوحة الثانية. وربما نبهوني بعض الإخوان، إخوان أقول يعني ماشي من داخل الحزب، بأنه ماشي غير وجهنا رسالة ثانية بعد ما وجهنا الأولى، وتذكروا كيف وجهت الرسالة الأولى بنفس الأسلوب ديك المرة ببلاغ من قبل حزب، حنا ما توجهنا لوش، حنا توجهنا لرئيس الحكومة فيما يتعلق بسياسات عمومية، وكنا كننتظر هو لا على أن ديك شيء خارج وبالأرقام كذلك على المغاربة بأنه داك الشيء ماشي هو. إذن هو أننا خرجنا الرسالة الثانية، ولكن خرجنا كذلك واحد الفيديو الأولى والثانية، يبدو أن على أي حال بأسلوب حديث كان عنده واحد الدور. وتذكروا أن الفيديو الأولى والثانية راه ما فيهم لا قذف ولا إساءة شخصية لأي كان، فيهم فقط نفس التأكيد بشكل مبسط على نفس المواقف الموجودة مثلا مفتوح. اخ طبعا عندما وجه التعليمات، لان هكذا تسير الامور في الحزب الذي نتحدث عنه، عندما توجه التعليمات ويقال لبعض لي ليوتنو كما كيتسماو في فضاء اخر انهم يتكلموا ويجاوبوا، الجواب الوحيد اللي كان توصلوا به هو ما استمعنا اليه. وكنعاود نكرر، لاحظوا معي بانه ما جاوبونا لا على واقع الفضاء السياسي ولا على التشغيل
ولا على الوضع الاقتصادي ونسبة النمو، ولا على ثقة من عدمها في الفضاء السياسي ومناخ الأمان، ولا الملايين ديال المغاربة كاينش في الفعل العمومي، ولا على الحماية الاجتماعية والتعثرات، ولا على الدعم المباشر، ولا على السكن، ولا على غير ذلك من الأمور اللي جبناها في الرسالة ديالنا مرقمة مدعمة تحليل. ما جاوبوناش عليه، لاحظوا معنا، مشاو فقط لهجوم على الحزب وعلى بعض الأشخاص داخل الحزب. هذا هو المستوى ديال السياسة، خاصة وسمحوا لي نقول لكم بأنه لما الأمر كيجي من عند بعض الناس هكذا، على أي حال كيكون مؤسف. أما لما كيجي من قبل مسؤول كيحتل مرتبة عالية في المؤسسات ديال الدولة وكيرأس هذه المؤسسة اللي احنا فيها اليوم بهذا المستوى الساقط، فتساؤلات عريضة تطرح بالنسبة لصحة سلامة الفضاء السياسي اليوم. ربما الإخوان يتأثرون بالمصائب وبطبيعة الناس اللي دخلوا منا في الفضاء السياسي، خاصة منذ انتخابات 2021. توصل ببعض المكالمات الهاتفية داخل صفوف التي تعبر عن سيئها أمام هذا الرد الساقط اللي تقدمنا في اللقاء الذي كان يوم السبت، واللي كيعتبروا بأنه ما متفقينش معنا في كل ما قلناه في الرسالة، لكن كيعتبروا بأنه الجواب يعني لا يشرف بتاتا، خاصة عندما يكون من يدلي بهذه التصريحات هو رئيس مجلس النواب. بالطبع كيحاولوا يستعملوا بعض الأمور اللي ربما هيقولوا هيحرجونا بها، فبغيت نتوجه للسيد الرئيس ونقول له رئيس المجلس، أما رئيس الحكومة ما غنتكلمش معاه، غنقول له فقط بأنه إذا كان هناك ارتباك فالارتباك ليس عندنا، لأن هذا ماشي ارتباك صيفط لكم رسالة مفتوحة وفيها انتقادات مرقمة مدعمة بتحليل، هذه ممارسة راقية سامية ديال النقد وتعبير على الدور المنوط بالأحزاب السياسية وبالمعارضة تحديدا في الدستور داخل وخارج البرلمان. ارتباك عند من؟ ارتباك عند اللي عطات تعليمات لهادو لليوتنا باش يجاوبوا بهذه الطريقه الساقطه. ها ارتباك فين كاين؟ لانه لا يحق لاي كان انه ينتقد هذه الحكومه شبه المقدسه. ما تنتقدوش، هادو باغيين يرجعونا عقود الى الوراء من خلال ممارستهم. ومن ضمن الامور التي تقال ربما احنا ما نقدروش نجاوبوا باننا تعرضنا لرساله ملكيه، نحن تعرضنا فعلا الى جانب اطراف اخرى واشخاص اخرين
من بعد الحسيمة. والحسيمة مزيان نذكروا المغاربة شكون اللي موجود في الأصل ديالها وديال مشاكلها وديال كل ما جرى من بعد. مزيان نذكروا بأنه الأصل يعود إلى ما حدث في الصيد البحري والوفاة اللي وقع عنداك، وشكون اللي موجود تحديدا كوزير ديال الفلاحة وديال الصيد البحري في هذه القصة. مزيان نذكروا به وكل ما أتى من بعد من تطورات سلبية. تماما مزيان تماما هادو كيأكدوا مزيان. إذن مزيان ذكروا بذلك، توصلنا فعلا بهذه الرسالة وفهمناها وفهمنا المغزى ديالها وفهمنا خاصة بالنسبة لنا أنها مرتبطة أساسا بالمواقف التي كانت لنا وبصمودنا ووفائنا لتحالف حكومي